تمشي بعد الرئاسة بعد المبنى ده على الكبونة. كتك تمين اللي هي برضو تاني حركة في ال كميش وهوجا تمين كوزري كميش وهوجا تمين يوكش وهوجا تمين تطيش وهوجا تمين كيسا جاتامي أشيرو جاتامي أشيرو كيسا جاتامي أشيرو كيسا جاتامي أشيرو حد مش عارفها؟ أيوة كل شيء مش عارفها. بيمسك كيسا جاتامي بيهرب بيحول أيوة اهرب بيحول اقلب أشيرو وشيلوا يعني خلف مسكوا كيسه جتامي بس من المقلوب ودلوقتي بتمشي في التمييز ماشي انا فاكر سايكون وشيلوا كيسه جتامي قرا جتامي شغاله قرا جتامي اللي هو عملها بالظهر دي شغاله اوكي جتامي اوكي جتامي بحط رجلي عليه على صدره واثبت طالما انا مسيطر ومثبت ما فيش حاجه في الرد ده وسايكوم لو اللي تحت صوت ما فيش مشكله ايه المشكله اوكي كده اوكي هو مش بيغبط هو مسيطر في الرد كوزوري يوكو شوجا تامي اللي هي اخر واحده في الكاتا كوزوري يوكو شوجا تامي مكورا كيسا جاتامي مكورا كيسا جاتامي اللي بعد زي الكيسا جاتامي بس رجلي بره لا ده حطه على صدرك شيل ايوه دماغه بس اللي على رجلك على فرجتك امسك اللياقه بايدك الشمال اللياقه من تحت من اللياقه من تحت امسك ركبتك بالايد اليمين وانت ايوه بس اسمع ايه كده مكوره كيسه جتامي مكوره يعني مخافه بالياباني مكوره مكوره اوني جاي شماس افطوني يا عاوز مكوره والنبي عشان اعرف افطوني يا اوني جاي شماس زنزن وكرناي بس فهمت انت كده وبيشتمك كده كل شتيمه ولا حاجه لا نور كوتش حتى كمان مش حاجه في الحركات والله مش عارف الحركات عيب في الراس مش في الكراس حد ابو تور جايش يا مسعود على شكل احنا مسؤول ده اتفضل ابو تور جايش ليه 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 هنا ما فيش وش حد ايوه وعلى ركبتي تحت اوبتوري جايش طب في ايه الفيلم بقى الهندي اللي انت ما فيش حاجه ما فيش حاجه طب رياضه ما فيش حاجه في معرفه لو مش عارف اقول مش عارف ما انتش ما انتش مريض لا سمح الله انت مش عارف او ناس لما انت بتخش الامتحان حمار لا وعمال ابوك يصرف في فلوس يصرف في فلوس في ايه عادي لا وانت عاوز تبقى مدرس كلنا هذا الشاب يعني لازم تبقى فاهم وريناهم الويل فانت مش هو ده ايقاعه هيبقى مدرس فلازم ابقى فاهم انت قاعد مع اسرتك بس انت مش عارف قاعد مع ابوك اسال مش مكسوف مش مفيش حاجه قليل المدربين ودول اخواتك مفيش حاجه قليل قوي يعني اللي يخجل مش هيتعلم يا اختي لما يخلي واحد عنده الصبر عايز يتعلم افضل والله كابتن جلال يعرف عايز ياخد المعلومه عايز تبقى جامد واحد بيشجع كلام بيتمرن مره اللي هي مره اللي هي بتاعت كان بطل عالم كان بطل قصر طب الناس بتعمل ايه بره طب الكوم ازاي طب الراندر بيلعبوه ايه طب الباور بتاعهم ازاي ده عمالقه ده مش واخد بالك اول ما خدت بهايم زي حضرتك كده من هنا راحوا وديتهم يا نهار اسود ايه ده؟ ده بتباعه ده بيصرخوا انا اول ما رحت اليابان قلت يا نهار اسود ده يوم القيامه والله دخلت صاله كده واحد واخدني من ايدي انا بقى جاي لسه بتراب الغيط وجاي فلاح ومش عارف رغم ان انا مقاير بس راح بقى في اليابان صغير في السن لقيت الله ده سويت سويت هنا وسويت هنا وسويت هنا ايه الكندو بيصرخوا والبتاع بيصرخوا كل العاب في مكان واحد الصلاه جنب بعض حتى كان هو مش عايز يتعلم جبابره
خسيت في أقل من 20 يوم 25 وباكل 6 مرات في اليوم بس التمرين ممين ساعة ساعة أنا مش عارف أتمرن عشان إيه لأن أنا هطلع على القمر مش هتمرن كده في إيه؟ الناس دي ممسوحة مرات دي أنا عشت معاهم برضو مساحة وبقيت مش بتمرن ليه كده بقيت مجرم حرب هناك مجرم كسرت ناس وعورت ناس وعملت جرائم واخد بالك ولكن انا لو خفت وقالوا لي هيجي لك هوم سيكنس اللي هو الغربه عايز ماما عايز اكل فول عايز ما فيش بتاع شفت بقى جبنه بيضه قلت الله جبنه بيضه رحت جاري واخد اشتريت قرص قد كده لقيته بتاع باين بتاع بهايم ولا في ايه ده مش جبنه خالص طلع حاجة اسمها توف توف ده بيتعمل من فول بودرة كده وبيعملوه قوالب زي الجبنة وابيض بيحطوه جوه الشوربة زي فيتامين أو حاجة بياكلوها هما بتتحط مع الشوربة والشوربة بتاعتهم بالصويا صوص مش الشوربة اللي بتاعتها بقى سنة عصفور والله هتكيلك فيها خرشتين لا لقيت مرار يا تاكل يا تموت يا تجمد يا ترجع لامك ما عملتش حاجه انا اقدر ارجع تاني عشت ضربت فيهم وضربوا فيا بطحت الدنيا كلها لحد لما بقيت كده بقيت حلو بس بقيت علامه من علامات الخوف في اليابان مفيش مصري راح اليابان الا بيقولوا له حلمي لما انا بقى كبير حلمي سنسيه طيب لما رحت خدت دورة اللي كان بيدرس دورة قال لك ايه قال رحت في الكودو كام فجايب لي واحد بيدرس لي فبيعرف انها من مصر قال لي كابتن حلمي هو كان استاذي في الكودو كام كابتن حلمي ليه كلاس كنت ليه كلاس بدرس خد بالك اللي عايز يبقى بطل وعايز يبقى حاجة هيبقى حاجة اللي عايز بقى ان انا سقيلي بابا فكيلي تقعد جنب امه كتير لا تخاف من حزام ولا تخاف من بطوله ولا تخاف من اي حاجه انت قوي عن انسان ربنا خلقه عنده اراده غير عاديه بس يعرف يطلعها مفيش خلل مفيش خوف مفيش حاجه انت عندك دراعين زي ما هو عنده دراعين ليه ما تبقاش جامد ليه ما تبقاش قوي لما بطنك تبقى عامله كده ليه ما تبقاش معقد معضلة ومبقاش وحش ليه؟ ينقصني ايه؟ ان انا اروح اتمرن واتمرن بجدية وبجلد مش بالزق اروح اتمرن البطولة قربت اجي 15 يوم ولا 20 يوم قبل البطولة اقوم متمرن وكلها بتضحك لا انا ما بصش للبطولة هنا اللي هيبص تحت رجليه مش هيمشي خطوه ما انت مش هتشوف قدام انا عايز اروح بطولة العالم واجيب ميدالية اوعى تقول اشارك اروح بطوله العالم واجيب ميداليه اروح الاولمبيات واجيب ميداليه والكلام ده اللي انا علمته الرشوان وجاب ميداليه وكان بطل وكان اسطوره كان من احسن 5 في العالم بيرمي جودو مش بيرمي وزن مش بيرمي جتته بيرمي تكنيك ليه حطيت فيه الروح ديت وبقيت امرنه بجنان وقعد عاش معايا في اليابان كذا سنة وكم شهر وعسكر كانوا بيموتوا اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله دخلت اصحيهم في مرة كان تمرين اموت في مكان رحت اصحيهم الصبح لقيت العيال ما بتنطقش وشريف الدجو لو ما حد شافه يعني شريف الدجو ده كان ضخم وزن تقيل كان مع رشوان على طول مكرمش ونايم قد كده فواد عاطف كامل ده برضو كان عملاق زي طول ده او اطول قال لي شفت العملت فيه ده شفت شريف الدجو بقى قد ايه بعد كده شريف الدجو ده كان 160 كيلو
زي ما انت كده. قال لي لا خلاص ارحمنا. ارحمك ايه؟ انا مش جاي هنا عشان ارحمك، انا جاي هنا عشان تبقى بطل. وبقى كلهم ابطال. اللي بقول لكم عليه ده اللي قال لي بص بقى قد ايه رئيس الاتحاد في جوام، رئيس اتحاد جوام في امريكا، ولايه من ولايات امريكا. انا رحت عنده في الولايه، استقبلوني زي المهرجة بتاع الهند ده بعربيه بالورد و... اه والله مش بس، وهيمسيروا يجي عاطف كامل هنا وتشوفوه حاجه عملاق كده، بس دلوقتي كبر بقى وعجز وبتاع زي الكابتن رشوان ما بقاش قادر يمشي وبتاع، ده كان رخر بس ليه حكايات وقصص معاه. عايز يبقى بطل، هيبقى بطل بالاخر. قضيها قضيها يا عم الحاج. انا بقول اللي عليا، ربنا هيسالني انت ليه ما قلتش للنازين، انت قلت للقدامى وكانوا ابطال، طب ما قلتش لدول ليه؟ مش رمضان درويش هو البريمو هنا؟ مش مره قبله لما امسح بيه الارض لازم اولمبياد ولازم عالم. امتى هتاخد اولمبياد وعالم؟ امتى؟ انت دلوقتي جاهز مره خلاص بتشطر سنه واتنين اولمبياد الجايه وبعد كده خلاص. كل واحد بيلعب لازم يبقى كده، لازم يبقى كده. والفرص قدامكم انتوا احسن مننا. احنا انا جالي سفريه اول كان في الستينات نروح لبنان، قالوا لي بتدفع 25 جنيه ولا 20 جنيه